متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميله على ارضيه هذا الميدان. شوطنا المنطلق في هذه اللحظات، شوطنا الرابع واول اشواط الانتاج للجعدان ينطلق. شوطنا الرابع عشر الذي ينطلق في هذه اللحظات كما ذكرنا هو اول اشواط الجعدان الانتاج ينطلق في حفظنا من الله وتوفيقه. شوطنا هذا نسير مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول وصدارة هذا التحدي مع الشرس. الشرس اللي على المركز الاول محمد بن مصبح بن عيد او بن عبيد الطنيجي المتقدم على المركز الاول، بينما المركز الثاني مبدع على المركز الثاني راشد بن بخيت بن مقارح المرياتي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري، بينما المركز الرابع رابع على القرنجي لسالم بن علي بن سالم العامري، بينما المركز الخامس او المركز الرابع هناك من الجانب الاخر، بينما المركز الخامس ياتينا ويتقدم هناك سليماني حمد بن عبيد بن محمد الراشدي، ياتي في هذه الانطلاقات الجميله ويتقدم ضمن الاسماء المتقدمه والمتحركه في تحدياتنا في انطلاقاتنا الجميله من عاصمه الميادين من ميدان الوتبه لسباقات الحجن وعبر قناه ياس المتابعه لكل الاحداث متابعة لكل الأحداث التي تجري هنا في أرضية هذا الميدان. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الشرس، الشرس الشرس اللي على المقدمة على المركز الأول، شرس على الصدارة متقدما مع شعار محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي المتقدمة، بينما المركز الثاني مبدع تحياتي مع المركز الثاني راشد بن بخيت بن مقارح المري، المركز الثالث شاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري، رابع المراكز مع انطلاقة القرنجي، القرنجي ياتي مع المركز الرابع متابعين الكرام مع سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري، المركز الخامس خامسا مصيحان ناصر بن حمد بن قناص العامري هو المتقدم والمتحرك والمسيطر على المناطق الخمسة المراكز الأولى في تحدياتنا وانطلاقاتنا الجميلة. ولكن العودة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى تحديات المركز الأول مع الشرس، الشرس الشرس اللي متقدم اللي متحرك حتى هذه اللحظات، محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. ولكن بدأ الانطلاق على المركز الثاني، بدأ الانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظات مع القرنجي المتقدم ايضا لسالم بن علي بن سالم العامري، ووصول وانطلاق من مبدع على المركز الثالث راشد بن بخيت بن مقارح المري المطوع، ياتي مع المركز الثالث رابعا مع شاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري، يتقدم ضمن المتقدمين والمتحركين. ولكن العوده، العوده الى المركز الاول، العوده الى القرنجي، القرنجي 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 هو على الصداره، سالم بن علي بن سالم العامري على المركز الاول، المركز الثاني مع بن مقارح مع مبدع راشد بن بخيت بن مقارح، المركز الثالث مع بن كردوس المتقدم المتقدم، وباحثا عن كلمة الناموس مع انطلاقة شاهين. ولكن العودة، العودة إلى المركز الأول، إلى الغرنجي، طار الغرنجي إلى الصدارة، طار الغرنجي إلى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، إبداع تقدم هنا في هذا الانطلاق
الجميل مع المسار الرائع والممتاز. إذن الغرنجي هناك لسالم بن علي بن سالم العامري من أعلن هذا الانفراد والفوز الجميل. سلام راعي الركود، سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل مع الغرنقي سالم بن علي بن سالم العامري. تهانينا والناموس المركز الثاني وصل مبدع راشد بن خيز بن مقارح المري ثالث المراكز، وصل بانطلاقه شاهين منصور بن محمد بن قدوس العامري رابع المراكز مع انطلاقه وتحديات اذا الشعيلان لخليفه بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الخامس ووصل به طلوع لسالم بن محمد بن قناص العامري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الفوز، لحظات التوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني وجزئين من الثانية، كان توقيت المركز الأول مع الغرنجي لسالم بن علي بن سالم العامري. تهانينا والناموس، بينما وصل على المركز الثاني مبدع بالمركز الثاني راشد بن مخيط بن مقارح المري 6 دقائق 11 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث وصول من شاهين منصور بن محمد الكردوس العامري 6 دقائق 12 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.